بحلول عيد الفطر تستعد العائلات القسنطينية بتحضير الحلويات بكل أنواعها وأشكالها خاصة التقليدية منها. يروحوا الناس يصليوا، كيجيو من الصلاة تلقاو السينية محطوطة، والسينية من بينها نلقاو فيها بقلاوة الباي، مقروض، مقركشات، غريبية، غريبية البيضاء ولا غريبية اللبلابي، بقلاوة، قطايف. السينية القسنطينية توضع بعد صلاة العيد بها مختلف الحلويات. نبداو بتحضيرات البقلاوة والقطايف اللي المكونات تاعها معروفة، جوز ولوز وطمينة الجوز اللي هي مخدومة بالعسل الحرة، وما ننساوش كذلك الغريبية وسلطان الصينية اللي ما نستغناوش عليه، المقروض. هنا واش قاعده ندير؟ قاعده ندير في بقلاوه الباي. هذه البقلاوه احنا نديروها في العياد تاعنا، تمثل تاريخ تاع قسنطينه. هكذا تحضر انامل نسوه سيرطة الحلويات في عيد الفطر بنكهتها الخاصه وذوقها المميز لتحافظنا على تقاليد وتاريخ المدينه.